بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. الله يكوز بخمس درجات زليلنا يعني. المهم متنسوش يا جماعة تدعوا لأهلنا في غزة. تمام والله، يعني الواحد مش عارف يضحك أصلا، بس يعني ربنا يعدينا من على خير. الأبدومينال من الإكزامينيشن. تمام، هنعمل فحص للبطن. تمام، له ديفينيشن تاني اسمه ليبل مانوفر. ايه بقى ده؟ هو تكنيك يا جماعه احنا بنعمله عشان نعمل بالبيشن، نحس ايه يا اختي؟ الجرافيدا يوترس، عايزين نحس الرحم بتاع الست الحامل سيستماتيك بشكل طبعا ايه منتظم وكده، فور دايجنوستس عشان اشخص الفيتال لاي، يعني عايزين نعرف الجنين ده والله هو ده يعني ترانسفيرس ولا فيرتيكال كده عمودي ولا اوبليك مائل، البوزيشن بتاعه انتيرير بوستيرير في الرايت ولا في الليفت كده، يعني فاهمين البريزنتيشن هو جاي بانهي وضع، والانجيجمنت باي اكسترنال بالبيشن، بحس احساس ايه خارجي كده للمذر ابدومين، يعني انا بقى ايه بحسس كده على بطن الام من بره، فبالتالي بعرف يا راس الجنين فين وصلت لمحطه الاستيشن ولا لا وهكذا. ان ار بيرفورمد افتر اليوتيرس بيكم لارج انف 24 ويكس. تمام، انا بيقول لي طب انت يا حبيبتي بتنفذي الموضوع ده امتى او بتعملي الاكزامينيشن ده امتى؟ قال لي لما الرحم يكبر. طب الرحم ده يا اختي هيكبر امتى؟ عند ال 24 ويكس، ال 24 ايه اسبوع. خلاص، طيب ايه هي البيربوز؟ زي ما قلنا اول حاجه ان انا كونفيرم البريجنانسي، اتاكد ان الست دي حامل، ايدنتيفاي الديوريشن بتاع البريجنانسي، ان انا احدد مده الحمل بالاسابيع وبقارنها مع البيريود بتاعت الامونوريه، يعني بقارن الحمل او عدد اسابيع الحمل باخر يوم الست اتقطع عندها ايه دوره الطمس، يعني تو ديتكت ان ابنورمالتي، اكتشف لو في اي حاجه غلط، بولي هيدروموز هيدرو امينيز، يعني لو السائل الامنيوني كتير زياده عن اللزوم او قولي يعني قليل. تمام، على حسب شهور الحمل، انترا يوتراين فيتال ديس لو الجنين مات ولا حاجه، مالتيبل بريجنانسي اور فيتال ماكروسوميا. طيب انها يعني ايه مالتيبل بريجنانسي؟ انها حامل في اكتر من حد يعني. تمام، تو اسس برضو الساينز اوف فيتال ديستريس، اشوف لو الجنين في اي حاجه في اي خلل كده، واللو الديفرنشيشن ما بين الفيتال بارتس، واقارن او اشوف الاختلاف او يعني ايه اشوف اجزاء الجنين بقى. تمام، وضعياته كده ماشي. يبقى انا بتاكد ان الست دي اصلا حامل، بشوف المده، بشوف لو في اي مشاكل في السائل الامنيوني، الست دي حامل في 2 في 3، الجنين ميت في بطنها كده، يعني اشوف لو في اي مشاكل في الجنين. طيب الاكويبمنت، كل اللي انا محتاجه جلوفز، ومحتاجه ميجرين كتاب عشان هحتاجه ان انا اقيس محيط البطن، ومحتاجه بينر ده عشان اسمع بيه صوت الجنين، او سونيكيد فور اسكالتيشن ده عشان اسمع بيه اوف فيتال هارت اي ساوند. طبعا البينر بيبقى عند اسبوع اسابيع معينه، البينر ده بيقول لازم تقريبا يعدل، هنشوف يعني، بس هو البينر مرحله متقدمه شويه، لكن في الاول كده بيبقى السونيكيد يعني. طيب طبعا احنا محتاجين ايه؟ انسبكشن، نفحص بعينينا، بعد كده بالبيشن نحسس، سوري على المصطلح، تالت حاجه اسكالتيشن نسمع. طبعا في الاول خالص ايه وش للهاندس وير للجلافز، وجهزي الاكويبمنت، وانتروديوس يور سيلف للوومن، يعني قدمي نفسك واغسلي ايديكي والحوارات دي كلها، وقولي لها اسمك عشان تكسبي الكوبريشن معاها، ويبقى في ايه تراست كده، ثقه ما بينكو وما بينها، وكونفيرم الوومن نيم، اتاكدي بقى من اسمها، وقولي لها الديت بتاع الامنوريه، يعني امتى اتقطع عندها دوره الطمس، واكسبلين للبروسيجر قلناها بطريقه كده حلوه يا ولاد، فريندلي كده، بطريقه كده ودودة وبتاع. تمام، عشان ايه لو في اي فير عندها او انكزايتي، في اي خوف او قلق عندها ايه تنسى. وبتين طبعا الكونسنت، لازم اخد الموافقة عشان يبقى في ريسبكت كده، تحترميها وتحترمي مشاعرها. اسك الومن تو فويد للبلادر، خليها تفضي المثانة. ليه بقى؟ لان الفول بلادر لو المثانة مليانة ده هيعمل لك ديسكمفورت، هيخليها تتعب اثناء البروسيجر، وهيخلي كمان البلفيك بالبيشن ديفيكالت، يعني لو المثانة مليانة هيخليها تتعب. انت اصلا عم يعني سوري او لا ما تفهم، هو مش هيحسس، هو تك تك ده ضغط على البطن، يعني هو فيري بينفول للست اصلا الابدومينال اكزامينيشن ده وهي حامل، فتخيلي كمان انها كمان مثانتها مليانه، يعني ايه، فده هيسبب لها تعب طبعا، وهيخلي صعب. تمام، وكمان ممكن يخليني مس دايجنوست، يعني اشخص غلط. تمام، بوت الومن طبعا في الدورزال ريكامبنت بوزيشن، اظن انها واضحه في الصوره، هي نايمه على ظهرها. تمام، ورجليها ايه يعني النيه بتاعتها متنيه شويه. المهم
ده الدورزال ريكامبان اي بوزيشن ويز نيز سلايتلي اي فليكسد، يعني الركبه متنيه. طب الابدومينال ماسلز في الوضعيه دي طبعا عضلات البطن بتكون مرتاحه ريلاكسد بقى جدا، والريسك بتاع السوباين هايبوتنشن ريديوس، يعني خطر ان يحصل لها انخفاض في ضغط الدم لما تكون نايمه على بطنها ده بيقل خالص. طيب طبعا اكسبوز للوومن ابدومين فور الاكزامينيشن، ببتدي بقى ايه طبعا يعني هكشف منطقه البطن ما انا هشتغل عليها تمام، من البيوبكس انفيزس تو الايه الاكس فيسترنم اوفر ابلانكت تو الاو اكسبوجر only when ايه when required تمام. ده كله عشان الخصوصية. بص يا ولاء عظمة البيوبك سيمفيزس، طيب بصوا اهي دي البيوبك سيمفيزس اهي هي موجودة هنا، بصوا يعني ايه عشان تتخيلوها اكتر، هي حتة تحت كده فخدينها اهو ماشي، الهيب جوينت والفيمر نزلين بعظمة الفخد، هي الحتة اللي هنا اظن كده ايه تخيلته مكانها في جسمنا تمام، حته تحت كده تحت البطن خالص تحت الكرش بتاع البطن السفليه، عشان بس يعني احاول اقدمها لكم على قد ما اقدر. يعني ده ايه السيمفيس بيوبس تمام، ايه بيوبك سيمفيزس سوري بيوبك سيمفيزس. بصوا هو ده مكان الاكسفويد يعني وكده اهو عظمه القص اهي، يعني بكشفها لحد فوق البطن خالص فاهمين، حد الحتة دي كده اسمها ايه اكسفسترنم اهي، يعني بكشف من اول السيمفيزس بيوبس لحد ايه عظمة القص دي. طب هي عظمة القص بتكون تحت الرقبة على طول، واخدين بالكم، يبقى ايه لحد البطن من فوق اللي هو بالنسبة للبنات يا ولاد انا بكشف من اول، ما اصلا احنا بناخد نسا طب سوري، يعني انا بكشف من اول تحت كده ماشي اللي هو تحت الكرش السفلي بالنسبه لنا احنا كبنات لحد تحت الثدي، انتوا متخيلين ما هي تحت الثدي دي نهايه الاسترنم عندنا، بس يعني على قد ما اقدر اهو ايه حاولت اوريها لكم. يعني المهم خلاص عشان ايه البرايفسي وكده، طبعا انسبكشن ده اللي هو انا زي ما قلنا بالعين بشوف السايز والشيب ولو كان في سكار ولو كان في سكين ايه بيجمنتيشن، دول الاربعه اس عندنا، السايز اللي هو حجم البطن، شيب الشكل بتاعها، سكار لو كانت عملت اي عمليات قبل كده، وسكين بيجمنتيشن لو كان في اي تصبغات على الجلد تمام. بقف على الرايت سايد بتاع الوومن تمام، وبيقول لي ان هي حاجه كويسه ان انا اشتغل من الجنب ده، يعني ما علينا، بشوف الابدومين السايز بتاعها عشان اشوف يعني هي في انهي شهر تمام. لو الابدومين يا جماعه بتكون بيجر ذان بيريد اوف امنوريا، يعني لو البطن بتلاقيها كبيره شويه عن الفتره اللي الست قالت اخر مره فيها يجي طمس، ات مي بي ديو تو بولي هايدرومونيزس، يعني ممكن يكون السائل الامنيوني هو اللي كتير ماشي، توينز الست حامل في توأم، ماكروسوميك بيبي، ايه كلمه ماكروسوميك ده يعني ايه، او مس كالكيوليشن الست حسبت غلط، يعني هي ممكن مثلا تقولك ايه ده انا في الشهر الثالث، بس انت لما شفتي البطن لا البطن دي مش 3 شهور، البطن دي 5-6 شهور مثلا، لا لا بطنها اكبر. فبيقول لك بقى لو البطن لقيت تقولها يا ست انت اخر مره الدوره جات لك امتى، فتقول لك مثلا يوم 28/1 مثلا، وطب انت حامل في قد ايه، تقول لك ده انا حامل في 3 شهور، بس تشوف البطن لا لا دول مش 3 شهور دول. طب ايه الفكره، انها الست حسبت غلط، او زي ما قلنا لا اما السائل الامنيوني كتير لا اما السائل الامنيوني قليل كبير، يعني كتير ماشي قليل ازاي، بطنها كبيره يبقى اكيد السائل الامنيوني كبير، يعني او هي حسبت غلط او الست حامل في توينز يعني توأم. استنوا بقى اشوف لكم كلمه ماكروسوميك بيبي دي يعني ايه. بص يا ولاه هو ده الماكروسوميك تشايلد، هو بيقول ان بيبقى في تضخم في البنكرياس and هايبر انسولين، يعني بيبقى في تضخم في البنكرياس وبيبقى في انسولين كتير في الفيتس تمام. ايه بقى العلاقه، العلاقه زي ما اتفقنا اهو ان بيبقى في جلوكوز كتير قوي 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 في بطن الام، فالجلوكوز ده بيروح للجنين، يعني بالبلدي خالص بيبقى في جلوكوز كتير في جسم الام، فالجلوكوز ده بيروح للعيل فالعيل يتخن، ده شكله مليان قوي يعني كده بطنها بتكون كبيره اها. قال لي اهو الفيتال ماكروسكوميك هو
على حسب الامريكان اكاديمي قالت ايه، قالت ال over 10% of all pregnancy in the United، يعني نسبتها 10%. طب مش خلاص، مش ادينا شفناه. او ممكن بقى العكس، ان احنا نلاقي ان البطن صغننه سمولر. طب ده بيبقى بسبب ايه؟ زي ما اتفقنا برضه مس كالكيوليشن، ممكن تكون الست حسبت غلط. او قولي بقى هايدرو امينيوز، يعني السائل الامينيوني قليل. تمام. طيب يبقى لا اما الست حسبت غلط، لا اما السائل الامينيوني قليل. انترايتوراين فيتال ديستريس، دي معناه ان ال او فيتال ديس ان إيه، بصوا الاختصار ده ايو هي انترا يوتراين، يعني جوه الرحم ماشي. فممكن يحصل زي ما اتفقنا انترايتوراين فيتال ديس، يعني الجنين مات. تمام، الجنين مات جوه والست مش عارفه. او انترا يوتراين ايه بقى؟ انا طبعا زي ما قلت لكم ان الايو هي اختصار لانترايتوراين، بس الجي ار دي هي الجي دي اختصار لكلمة growth، نمو. بس مش عارفة بقى الار دي عندي ليها حاجتين، لا اما restriction في مشكلة في النمو يعني، لا اما retardation تأخر نمو، وانا شايفة ان هما الاتنين نفس المعنى يعني. فعشان كده البطن بيكون صغير، يبقى لا اما الجنين مات يا اما في تأخر في النمو. الشيب والكونتور طبعا بتوع الابدومن، الشيب ده هيشير لك للفيتال لاي، يعني الجنين واخد زي ما قلت لكم افقي ولا رأسي ولا جاي بميل. طيب هو لونجيتيدنال اوفال ده في البرايم جرافيدا و ان سم مالتي جرافيدا، كونتور افويدد with fullness at sides of completely round. يبقى تاني الشيب اند كونتور، تمام، بنعرفها على ان هي لونجيتيدنال اوفال، يعني بتبقى بطن الست ايه، بيضاويه في البرايم جرافيدا، وفي معظم او في بعض المالتي جرافيتا اللي هم ولدوا كتير. يبقى الست اللي هي اول مره تولد هتلاقي بطنها ايه، بيضاوي. وممكن ستات تكون ولدت اكتر من مره وبرده لقينا بطنها ايه، بيضاوي برده. قال لي contour is avoided with fullness at the sides of completely round. مش فاهمه الحته دي الصراحه. بصوا يا حبايبي، هي كونتور دي معناها ان انا بقيس محيط البطن. بيقول لك بلاش العمليه دي لو بطن الست، لو الجناب مليانه قوي وبطن الست يعني ايه مدوره، فاهمين؟ بلاش نقيس المحيط يعني في الحاله دي. الاسكار مهم جدا، لان دي ممكن تشير مثلا انها حصل لها سيرجري قبل كده. خلاص بصوا، بس السي اس دي هي اختصار لكلمه سيزيريان سيكشن، الولاده القيصريه. تمام، شوف يعني كانت ولدت قيصري قبل كده ولا لا. البيجمنتيشن، في حاجه اسمها ستيريك جرافيدارم، في حاجه اسمها لينيا نايجرا. تمام، احنا كنا شفناهم قبل كده يعني، ما علينا. واحنا بنشرح الديفينيشن يا ولاد. تمام، المهم يعني ان الستيري جرافيدارم ده هو عباره عن بينكش لاينز، يعني خطوط كده شكلها بينك محاطه بالامبلايكا ماشي. ممكن الاقيها على الصاي اللي هم الفخدين، والباتوكس اللي هي المنطقه اللي ورا المؤخره ماشي. طيب اللينيا نايجرا ده عباره عن خط كده يا ولاد، لاين دارك براون، لونه بني غامق، بيمتد من السيمفيس بيوبس من تحت، وعرفنا مكان السيمفيس بيوبس فين، تحت الكرش السفلي بالنسبه للاناث، لحد الامبلايكا، لحد السره. خلاص، يبقى احنا نفهم كلمه لاينيا نايجرا هو عباره عن خط لونه براون ودارك، بيمتد من السيمفيس بيوبس لحد الامبلايكا. ولكن الستيري جرافيدرم هي لونها بينك، خطوط لونها بينك محاطه بالامبلايكا، ممكن الاقيها على الصاي وممكن الاقيها على الباتوك ماشي. طيب due to hormone of pregnancy normal physiology changes during pregnancy. طب الكلام ده بيظهر ليه حضرتك، او التسبغات اللي على الجلد دي سواء اللي لونها بني او اللي لونها بينك دي بتظهر ليه؟ قال لي عادي، تغيرات فسيولوجيه في جسم الست مش حوار. طيب البلبيشن بقى، بنبتدي نحسس زي ما اتفقنا، بعمل بلبيت للابدومين، بستعمل البادز بتاعت الفينجر. خدوا بالكم البادز يعني بطن الصابع اللي هو البطن، مش الاطراف بتاعته، لا البطن كده البيت كده بتاعت الصابع، من دي افضل من الفينجر تيبس، فاهمين؟ سموث موفمنت انستيد اوف سادن بريشر، يعني خلي حركتك كده ايه، سموث رقيقه وناعمه وبتاع، بلاش ضغط مباشر. او رف مانيبيوليشن اند الهاند شود بي وورم، على الاقل ايه، ايدك طبعا لازم تكون دافيه مش ساقعه تسقع الست. ثانيا بلاش تضغطي جامد،
ماشي بلاش يعني بلاش، عشان الست على قد ما تقدر يكون في كومفورت كده وايه وريلاكسيشن، هي اصلا فيها الايه، فيها اللي مكفيها. طبعا ببتدي بقى اعمل اسسمنت للفاندل هيت او الفاندل ليفل، مهم جدا ان انا اكتشفه فاندل هيت او الفاندل ليفل. تمام، الاكزامينر ستاند على الرايت سايد، خلاص دي حاجه مفروغ منها، والالنر بوردر اوف الليفت هاند از موفد جاست بلو الاكس فيسترنم بريس جنتلي داون الابدومن ديل ريزيستانس از فيلت كيرف اوف الفاندس. تمام، زي ما انتوا يا حبايبي شايفين في الصوره، الراجل ايديه عامله كده قبض هاند كده، تمام، بحفه ايده بالحافة بتاعت ايده من عند الالنر اللي هو الصابع الصغير اللي احنا بنسميه ايه، خنصر. تمام، بيدنوا حبايبي كده من عند السيمفيس بيوبس سوري من عند الاسترنم كده من فوق، الراجل نازل بايديه نازل 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 لحد ما يقابله مقاومة. في الوقت اللي هتقابله فيه مقاومة اوبا، هو ده ايه، هي دي الفندس، هي دي الايه الفندس. يبقى زي ما احنا شايفين خلاص، او زي ما قلنا الراجل بيعمل ايه، الراجل بيقف عند او الست يعني بغض النظر، بنقف عند الجنب اليمين بين ايدينا، بتبقى كده بحفه ايدينا كده وبتبقى ايدينا مكببه على نفسها، يعني بصوا هنا عامله شكل الغطا كده، يعني مش مفروده لا، يعني بتبقى كبد كده ماشي، زي ما انتوا ايه شايفين كده في الصوره. تمام ماشي، وزي ما قلنا بنحس كده من تحت عظمة الاسترنم، ويدنه بقى يضغط بالراحة جنتلي بالراحة لحد ما يقابله ريسيستانس. تمام، هقيس طبعا النمبر اوف فينجرز كان فيت بتوين الفاندس اند الاسترنم، each finger represent one week. يعني ايه؟ يعني مثلا يا شمس سي خلاص انا لقيت الفاندس اهو، تمام، هقيس بقى كم صابع ما بين الفاندس وما بين عظمة القص، سي ان انا ايه لقيت هنا مثلا، فانا اقيس كام صابع ما بين الفندس وما بين عظمة القص اللي هنا. قال لي بقى كل صابع يا ست الحاجة يشير الى اسبوع، او ان انا بستعمل التيب ميجر. تمام، وهتشوف هو ده يا ولاد تيب ميجر، يعني بدل عدد الصوابع بستعمل ايه التيب ميجر زي ما انتوا شايفين. طيب هو ده شكل التيب ميجر، يعني بس انا مش بقول لكم هي، هو ده شكل التيب ميجر. تمام اهو الصوره دي بقى بيقول لك ايه، لما يكون هنا ده كده عند الاسبوع ال 12، يعني الفاندس ليفل لما يكون في المكان ده كده في الاسبوع ال 12، طب لما كان هنا 16 كده 20، طب لما يكون الفاندس ليفل عند الامبلايكا بالظبط يبقى 24، يبقى هي يعني حامل في 24 اسبوع، طب لما يكون اعلى من الامبلايكا شويه 28 اسبوع، طب كده يبقى الست حامل في 32 اسبوع، طب كده 40 اسبوع، طب وصل هنا 6 طب ايه بقى، يعني ايه ازاي 40 و 36 دي، بيكون نزل، بيكون نزل، يعني هو الدكتوره كانت قالت ايه، اول ما بيوصل ال 40 دي طبعا اعلى حاجه، تمام، فهو بيرجع تاني ينزل لل 36، قالت ال 36 دي معناها حاجتين، بس انا فاكره حاجه واحده منهم بس، لا اما ابتدى السائل الامي اللي هو الامينيوس يعني ينزل بحيث ان خلاص الولاده حانت، او يعني الولاده خلاص قربت، فطبيعي الجنين بيبتدي ينزل وكده بسبب ايه شويه الميه اللي الست نزلوا عليها، بس بصراحه انا مش فاكره الايه الاحتمال التاني، فعشان ما هبيجي هسكت دلوقتي. المهم يعني انا هحدد الايه الجستيشنال ايدج، عشان كده انا بحد يعني انا ليه عايزه اشوف الفندس ليفل فين، عشان احدد زي ما اتفقنا الست دي في الاسبوع الكام بالبلدي كده، يعني الجستيشنال ايدج. طب او الهيت اوف الفندس ريتشز 13 بوينت ان الابدومن وذ نورمال فيتال جروث اند ماتشز وذ الويكس اوف جستيشن ان ايرلي بريجنانسي فندل انديكيتور. تمام ماشي، يعني هو بيقول لك ايه، بيقول لك حضرتك مطرح ما الفندس موجوده ده هيشير الى نمو الجنين كويس ولا لا، يعني نورمال ولا مش نورمال، وكمان هيعرفني عدد الاسابيع صح ولا غلط. تمام، قال لي زي ما اتفقنا يا ولاد، لو الست حامل في 12 اسبوع هتلاقي الفندس ليفل عند السيمفيز او البيوبك سيمفيزس تحت كده زي ما اتفقنا، لو الست حامل في 24 اسبوع هتلاقيه عند الامبلايكا، لو الست حامل
في 36 اسبوع هتلاقيه عند الاكسفويد بروسس بتاعه الاسترنم عظمه القص ايه زي ما احنا قلنا. بس طب والله كويس، طب هو ميسر عليها 12 24 36 مش جايب الحاجات التانية. طب كويس، يبقى عند ال 12 يبقى عند السيمفيزس بيوبس، 24 يبقى عند الامبلايكا، 36 يبقى عند الاكسفويد اوف الاسترنم فوق. ماشي يا حبايبي. طيب اول ما بلاقي الفندس يا شمس بشوف الابر بوردر اوف البيوبيك سيمفيزس، يعني انا لازم احدد حاجتين، الفندس فين عرفت هي فين، واشوف كمان البيوبك ايه سيمفيزس، وبشوف كمان الابر بوردر بتاع البيوبك سيمفيزس اللي تحت ده، ده اهي بيوبك سيمفيزس من هنا عشان بس ايه وبقيس بردك المسافه ما بين السيمفيزس بيوبس والابر يوتراين بوردر ان سنتيمتر يوزنج اتيب ميجر. يبقى انا بقيس من هنا لهنا، ده بيحدد لي عدد الاسابيع، كل صباع ما بين الامبلايكا سوري كل صباع ما بين الفندس ليفل وعظمه الاسترنم فوق بيحدد لي يا شمس كل صباع باسبوع. فانا بشوف كم صباع ما بين ما بين الفندس ليفل وما بين عظمه القص فوق، تمام؟ ده بيحدد لي هعمل في كام اسبوع. لكن هنا بقى بيقول لك لا العكس بقى، بتبتدي سيادتك تقيسي المسافه من السيمفيس بيوبس ماشي اللي هو اللي تحت، اللي تحت تحت الكرش السفلي بالنسبه للسيدات اهي ولا اللي هي هنا كده، تمام قلتها وعلى قد ما اقدر ماشي، بشوف الديستانس ما بينها وما بين الابر يوتراين بوردر. طب بقيسها بايه؟ بالميجر تيب. بقيسها بايه؟ بقيسها بالسنتيمتر. طب الديستانس دي، قال لي الديستانس دي يا حاجه او المسافه اللي انت هتقيسيها دي يا ست الكل يعني خدوا بالكم ابر يوتراين بوردر، ابر يوتيراين بوردر هتحدد لي ايه شمس المسافه دي؟ قال لي دي هتحدد لك يا حاجه الديستانس ميجر شوت كوليريت ويز الجستيشنال ايج ان ويكس، لا اما بلس سنتيمتر لا اما ماينس ايه سنتيمتر، تمام؟ يعني هو بيقول لي ان المسافه المقاسه دي ليها علاقه كبيره يا شمس بالعمر بالاسابيع. خلاص ده بقى اسمه الفيرست مانوفر. الفيرست مانوفر اللي هو فيس للوومن هيد، يعني انا بيبقى وشي في وش الست عادي، بحط البالم بتوعي داون واردس ويز فينجر كلو توجذر اون ذا فاندس، يعني انا بحط ايديا الاثنين زي ما انتم شايفين كده الكف بتاع الايد يعني داون واردس مع الصوابع زي ما انتم شايفين في الصوره، يعني مش عارفه اشرحها ازاي استغفر الله العظيم يا رب. المهم ان انا بحطهم مع بعض يا اولاد على الفندس وبحس كده بالبادز بتاعتي زي ما بالبادز كده حته البطن كده، تمام اوف الفينجر اي تيبس بحس بالبادز، بحس بالبادز ماشي يا شمس. ليه بقى؟ عشان تحددي وات بارت اوف الفيتس از ان الابر يوتراين سيجمنت، عايزه تعرف سيادتك ايه الجزء من الجنين اللي موجود في الابر يوتراين سيجمنت. غالبا يا احبابي بتكون الباتوكس ار ان ذا فندس النورمال بريزنتيشن اند فيلت طبعا سوفت ولارج وريجولار بارت، يعني هو بيقول غالبا لو طب انا هعرف ازاي؟ قال لي المؤخره لو هي اللي موجوده في الفندس ليفل طبعا بتحسيها ايه؟ بتحسيها سوفت مؤخره، يعني هي بتبقى ايه ناعمه كده طريه ولارج وكبيره وريجولار مش منتظمه وكده الجنين في النورمال بريزنتيشن، تمام راسه لتحت يعني. طيب لو الهيد بقى، طب لو لقيت الراس، طبعا الراس بتبقى فيرم شويه راوند دائريه سموث موفبل بتتحرك ومفصوله على مفصوله عن الترنك بجروف، تمام. طيب وكمان قلنا ليه بعمل التكنيك ده او الفيرست مانوفر ده وببقى باصه للام؟ عشان طبعا احدد اللاي والبوزيشن بتاع الايه الجنين، فمهم يعني خلاص. يبقى انا عرفت انا بعمل الفيرست مانوفر عشان احدد اللاي بتاع الجنين، يعني الجنين ده افقي ولا راسي ولا مايل، والبوزيشن بتاعه زي ما اتفقنا انتيرير ولا بوستيرير رايت ولا ليفت والحوارات دي كلها. طيب هندخل بعد كده يا شباب على السكند مانوفر. السكند مانوفر ده بنسميه لاترال بالبيشن، يعني انا بحس تمام بس بحس من الجنب بردك بيبقى وشي في وش الست عادي، بحط الهاندز بتاعتي بس على السايد بتاع الابدومن اون وان سايد اوف ابدومن زي ما انتم شايفين في صوره الست عامله سبورت اهي بايد، فشايفين شايفين والايد التانية كده هانديكابد وعماله تحس كده اهو، يعني زي الصوره دي ممكن توضح كمان، شايفين عامله سبورت بايد والايد التانية هانديكابد كده صح ولا ايه؟ طيب يبقى انا بستعمل هاند تو ستدي اليوترس، بيبقى في ايديا
تمام، الايد دي مثبته اليوترس، كلمه ستيدي بتثبت اليوترس كده. طب والايد التانية عماله تعمل بالبيشن، عماله تحس، تمام. one side of the uterus should feel full in nature presence of the fetal bag. هو طبيعي يا ولاد ان اليوترس هتحسه مليان، تمام. يعني ليه؟ لان بيبقى ايدك على الظهر بتاع الطفل، شايفين شايفين ايديها الهانديكابد على ظهر الطفل، فاحنا بنحس ان اليوترس فل كده. على الاذر سايد اوف اليوترس يو مي بي ايبل تو فيل الفيتس اكسبرايس، ممكن كمان تقدري تحسي الاطراف بتاعت الطفل، تمام. واضحه ولا ايه؟ مش كده؟ تمام. يبقى السكند برضك وشي في وش المرأة، ولكن هو بيبقى لاترال، لكن الفيرست ايه؟ فاندل. حلموها كده اف اف يا حبايبي، الفيرست فاندل بالبيشن وبايديك الاثنين، لكن السكند لاترال برضو بايديا الاثنين، بس ايدين عامله ستيدي والايد التانية هي اللي شغاله تحسيس. طيب الثيرد مانوفر او البلف جريبس مؤلم جدا جدا للمراه، زي ما انتوا شايفين كده، شايفين ايدها ماسكه من السيمفيس بيوبس ازاي، شايفين يعني حاجه كده اللي هو. المهم يعني حبايبي السيرد مانوفر ده في حاجه اسمها فيرست بلف جريب وفي حاجه اسمها سكند بلف جريب، تمام. المهم يعني ان الفيرست ده اسمه باولكس جريب، ايه يعني؟ نفس الكلام، فيس الومن هيد، وشي بيكون في وش الست، وبمسك اللور بارت كده زي ما احنا شايفين بتاع اليوترس ما بين الصم والفور فينجر بتوعي، ماشي. كانك جاي تخنق حد كده. سبريد وايد انف تو فيت الهيد، طبعا يعني بتبقى ايدك واسعه بشكل كافي عشان تقدر تمسك الراس كلها، بس ما تعملش بريجر جامد، يعني دونت بوت ماتش بريجر، ما تعملش بريجر جامد. يوجوالي دونت فروم 36 ويكس اوف بريجنس، يعني غالبا احنا بنعمل الفيرست بلفيك جريب ده في الاسبوع 36، ماشي، زي ما انتوا شايفين الشكل اهو، اللهم بلغت. طيب يوسفول تو جادج السايز، انا قد فزت بيه. بس بيقول لي هو مهم جدا انك بتحجمي سوري بتحددي السايز والموبيليتي بتاع الهيد، يعني بتقدري تفهمي راس الجنين دي يعني صغيره ولا كبيره، هتولد طبيعي ولا قيصري، حوضها يعني هيخرجها ولا مش، فاهمين الحوار دي. if balatman is failed mean that ال presenting part isn't yet engaged، تمام. بصوا يا جماعه البالتمنت دي حاجه كده عامله زي سده موجودة على راس الجنين، فوق يعني على راسه، فبيقول لو احنا حسيناها يبقى ده معناه ان لسه الراس ما نزلتش في الحوض، لسه ما حصلش انجيجمنت يعني. لو ما فيش بقى يبقى ده معناه ان البريزنتنج بارت خلاص نزل في الحوض وابتدى يبقى في التروبيلفس خلاص، يعني فاهمين الفكرة بس مش عارف. طيب شكرا. يبقى احنا دلوقتي في الثيرد، ماشي. السكند بقى، السكند قال لي السكند ده يا شمس هو الحاجة الوحيدة ان انت هتكوني باصه رجل الست، هتكوني باصه رجل الست. طيب ايه بقى؟ هتساليها انها تعمل بند للني بتاعتها، يعني تتني ربتها كده بالراحه وتتنفس بالراحه كده، وايه وتفتح بقها، ماشي. بليس يور هاندس على السايد بتوع اليوترس، بتحطي شايفه شايفه ايدك، فاكره اللي احنا كنا خدناه في الفيرست مانوفر خالص اللي هو كان الفندل، نفس الكلام، بس ايه الاختلاف؟ حتى نفس وضعيه الايد لو طلعت. الاختلاف ايه يا حبايبي؟ ان وشي بيكون لرجلين الست، يعني انا بكون بصص لرجل الست. المهم يعني بحط الهندس زي ما انتم شايفين على السايدز بتوع اليوترس برضو، بلو الامبلايكا وتحت الامبلايكا، وذ الفينجرز بوينتنج توارد السيمفيس بيوبس يوزنج الفينجر تيبس. خدي بالك بستعمل هنا ايه؟ الفينجر تيبس مش بادز، لا بستعمل هنا التيبس اللي هو الغرس، التبسي ذات نفسها. بريس ديبلي توارد البيرفيك قلت، وببتدي بضغط بيها كده هواي الفيلينج السفاليك ايه بروميننس. خلاص يا جماعة جايز الصورة دي تكون اوضح، زي ما انتوا شايفين كده الايد بتبقى هاندي جاب، هنا بحس التبس بالتبس ده ايه، تمام. بكون باص الصبع اهو يا ولاد، الصبع اهو، الصبع وده الضوفر مثلا، تب اللي هي الحتة دي، الحتة دي. طب الباد اللي هي الحتة، استنى اشوفها لكم بلون تاني كده، الباد اللي هي الحتة دي، ركزوا ده سي ان ده اصبع وده الضفر، عايزة اقول التب، التب الحتة دي يا جماعة، التب الحتة اللي فوق ده. طيب طب الباد، الباد الحتة المبطنة ده يا حبيبي، ماشي. طيب ماشي ماشي.
زي ما انت شايفين بقى بيقولك ايه. طب ايه بقى، ايه مناسبة يعني السكند بلفك ده، وانك بتتني ربتها ومش عارف ايه اختي، وبتعملي بالتبس وعلى السايدز وعلى الامبلايكا، وعمالة بقى برس 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 وكده، وبتغوصي والحوارات دي كلها. طب ايه اللازمة؟ قال لي ايه دي يا شمس، بيست ميثود تو بالبيشن، افضل طريقه للبالبيتنج هو الايه، السكند بلفيك جريب ده بقى. ليه بقى؟ لان هو بيحدد لك هل الراس بتاعه الجنين فيكسد ولا موبايل، يعني هل هي ثابته ولا بتتحرك. تو ديترماين كمان ويذر الهيد از فليكسد ولا اكستنتد، كمان بيخليك تحددي هل راس الجنين متنيه ولا اكستنتد ممدده. طب انا هعرف منين؟ لو هي متنيه يا ولاد والجنين كده مكلفت على بعضه، هتحس عظمة اللي هي الأوسيبتو، هيبقى وضع الفيرتكس ان الجنين متني على نفسه خالص، فانت هتمسكي راسه، هتلاقي ايدك، بصوا زي الصورة دي كده، هتلاقي ايدك هنا عظمة الأوسيبتو كده، فده وضع فيرتكس. طب لو راسه متنية، سوري مفرودة، لو مفرودة وشه تمام، هتمسكي وشه او تحسي وشه كده. جنتلي طبعا سلايد الهاندس دو ان وارد اون ايتش سايد اوف اليوترس، اون وان سايد الفينجرز ايزلي سلايد تو الابر ايدج اوف الماتيرنال سيمفيس بيوبس، اون ذا اذر سايد الفينجرز ميت ان اوبستراكشن سيفاليك بروميننس. لو الهيد يا جماعه فليكسد السيفاليك بروميننس بحسه على الابيزيت سايد اوف الفيتال باك. طب لو الهيد اكسيدنتد السيفاليك بروميننس بحسه على السيم سايد بتاع الفيتال باك. قامت طبعا الفورث مانوفر if the fetal presentation is breech، breech دي اللي هي المؤخرة يعني. تمام، فاضل بقى الاسكالتيشن، قربت يخلص اهو يا شمس اهدي شوية. بصوا ما خبيش عليكم، يعني انا بحثت على سيفاليك بروميننس، ده جاب لي قاعدة الخمسات لو فاكرين، الفيفث رول، لو الأصابع الخمسة حسيت الراس كلها بالأصابع الخمسة يبقى ايه، خمسة على خمسة يعني. لو ودي أربعة على خمسة وتلاتة على خمسة زي ما اتفقنا، اتنين على خمسة بكون ابتدت، واحد على خمسة بكون ايه، نزلت تقريبا، ابتدت تنزل أو نزلت عدت الزيرو ستيشن يعني، دخلت في السالب، وزيرو على خمسة خلاص كل الهيد فين، في البلفيك فلور يعني، ده اللي جاي. يبقى باختصار السيفاليك بروميننس ده ولا نزول راس الجنين اللي هو قاعده الخمسات، لما ما بيتحسش يبقى ده معناه ان الراس نزلت خالص في الفلور خالص، فخلاص مش هترجع تاني، اللي هو خلاص بقى السته تحزق وهتولد يعني، فاهمين؟ المهم يعني زي ما قلنا اهو، يبقى انا بستعمل السرد ليه؟ قال لي دي افضل طريقه عشان زي ما اتفقنا احس راس الجنين واحدد هل هي ثابته ولا ابتدت تتحرك. طيب هعمل ايه؟ قال لي بصي، لو يا شمس والله الراس متنيه اللي هو في وضع الفيرتكس، او اكسيدنتد لو مفروده اللي هو هيبقى زي ما قلنا هتحس الوش. المهم ان انا بعمل جنتلي سلايد، بضغط ضغطه بسيطه بايديا كده داون وارد وان ايتش سايد على الجنبين بتوع اليوترس. تمام، زي ما انتوا ايه شايفين ايه في الصوره كده، في كل جنب كده ايه، انا بضغط ضغط خفيف كده. المهم لما الفينجرز ميت ان اوبستراكشن، ده السيفاليك ايه، يبقى انا دلوقتي بقول ايه، مصطفى عظيم، اون وان سايد على جنب واحد، ذا فينجرز ايزلي سلايد تو الابر ايدج اوف الماتيرنال سيمفيس ابيوبس، يعني حروف ايديا او ايديا ممكن تيجي على ايه، سيمفيس بيبس كده وتحسها وبتاع، ماشي دي حاجه بديهيه يعني، على الابر ايدج. طب كويس، وتحس بسهوله، واول ما تيجي عند الجزء ده يعني ايديكي تيجي عند الجزء ده تلاقي صوابعك ايه بتتزفلط كده، ماشي. طب على الجانب التاني، لو الفينجرز يا جماعه قبلت اوبستراكشن يبقى ده معناه انك ابتديتي في راس الجنين. يبقى بالبلدي لو انا دلوقتي ايديا على العظمه السيمفيس بيبس بتاعت الست، هتلاقي صوابعك بتتزفلط والدنيا تمام. طب لو لقيت اوبستراكشن، لا انا لقيت في حاجه سده كده بصوابعي، في حاجه كده في الاحساس وانا بحسس يعني. قال لي تمام، يبقى دي كده راس الجنين. لو الهيد يا ولاد متنيه تماما فليكسد، يبقى السيفاليك بروميننس ايه، بتحسيه طبيعي، طالما الراس متنيه تماما يبقى انت بتحسي راسه. تمام، از بالبيت اون الاوبوزيت سايد فروم الفيتال باك، يعني اهو يا جماعه انا دلوقتي اهو حسيت راس الجنين، الايديا ولا حست الراس، تمام، يبقى ده معناه ان الظهر موجود فين، في الاوبوزيت سايد، في المكان او في الجهه المقابله.
طيب لو انا يا شمس، لا ده سوري، ده الراس مفروده. طالما الراس مفروده تمام، يبقى ده معناه ان هو بيبقى في نفس الجنب بتاع الفيتال باك، او بيبقوا في نفس الجانب يعني. يبقى تاني نركز، الراس متنيه. لو الراس متنيه يبقى ده معناه ان الراس والظهر او السفالك برومينانس والظهر في عكس الاتجاه. طب لو الراس مفروده اكستنشن، يبقى ده معناه ان السفالك برومينانس والظهر في نفس الاتجاه في السيم سايد. ماشي. طبعا هي كلمه قامت دي اصلا معناها حذف، فانا مش عارف بيقولك احذف الفورس مانوفر لو الوضع المؤخره، مش عارفه ليه يعني. ما علينا. ادي بقى الاسكالتيشن، غالبا دي هكون اخر حاجه. البنر معانا تمام. المهم يا حبايبي، ده بردك بيكون وشك او بص الرجل الست. انا عندي حاجتين بص ببص فيهم لرجل الست، ايه هما؟ السكند بلفيك جريب زي ما انتوا شايفينه، وتاني حاجه قلت لك انك هتبصي فيها رجل الست هو ايه؟ الاسكالتيشن. المهم يعني بتعتمد على اسمنت للفيتس بوزيشن. يو شود بليس البينرس سكوب على الانتيريور شولدر حوالي 5 سم فوق الهيد اون ذا سايد اوف الابدومين وير الباك واز فيلت ان كيس اوف سيفاليك ايه بريزنتيشن. ده ايه حضرتك؟ زي ما اتفقنا انا بعمل اسسمنت للبطن تمام، بحدد وضع الجنين تمام برضو، شكرا، بشوف فين الانتيريور شولدر بتاع الجنين يعني الكتف الامامي تمام. ماشي. بطريقة تانية، انا حسست شفت راس الجنين مش كده؟ تمام. ايوه حسستي وشفت راس الجنين، بحط البنر 5 سم فوق راس الجنين. يبقى تاني يا جماعة، انا بعمل اسسمنت بقيم البطن وكده، انتيريور شولدر اللي هيبقى قدامي الامامي اللي هو قدامي يعني تمام. طيب يعني ايه بردك؟ يعني ايه برد؟ طب يا شمس هشوف لك انا الانتيريور، في ناس ايه ممكن تسال يعني انا هعرف الانتيريور شولدر اللي هو ازاي يعني؟ قال لي طب تمام، شوفي الراس فين؟ شفت الراس، اطلعي 5 سم فوق الراس نفس الاتجاه. تمام 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 تمام. الباك برضو بيبقى وص فلت يعني بتحس الظهر فوق، انت يعني طالما طلعتي 5 سم فوق الراس بتحس الظهر وقتها. ماشي. طيب بليس يور اير، بتحطي ودانك زي اللي في الصوره بقى، بتحطي ودانك على البينر كده ماشي، ما بد... مش بتمسكيه لا، وانت بتثبتيه بودانك، بتحطي ودانك على البينر كده وبتاخدي هاند اواي سو البينر از هيلد اجينست الابدومين يوزنج يور اير اونلي، زي ما اتفقنا يعني ايه انا بثبته بايديا فقط، سوري بوداني بس، ما بستعملش ايدي ابدا. يعني تيك يور هاند اواي، ابعدي ايدك، ما ينفعش. بلبيت طبعا الماتيرنال بلس، ببتدي وطبعا بصوا يا ولاد، يعني انا اهو زي ما انتوا شايفين انا في ايد لابسه فيها الساعه، بتبقى ساعه عشان احسب دقيقه ولا بتاع 60 ثانيه يعني، والايد التانية دي ماسكه ايد الست، انتوا فاهمين ولا ايه؟ يبقى بيبقى في ايد فيها ساعه ستوب ووتش عشان اشوف الدقيقه وكده، والايد التانية ماسكه ايد الست عشان يعني ايه؟ عشان افرق ما بين اللي انا سامعاه وما بين النبض بتاع الست، لان اللي انت بتسمعيه انت كده بتسمعي البلس بتاع الجنين، لكن الست وانت ماسكه ايديها وبتحسي انت جاي تسمعي النبض بتاعها هي، فعشان تفرقي ما بين نبض الجنين يعني ونبض الام. تسمعي بقى للفيتال هارت بيت وكده، لو الماتيرنال بالس كونسايدز ويز البالس يو كان هير، يو ار موست لايكلي ليسننج تو بلاد فلو ثرو اليوتراين فيزلز رادر ذان الفيتال هارت بيت. الفيتال هارت ريت بيكون من 120 ل 160، وبتسمعي بالراحه حوالي زي ما قلنا من 30 الى 60 ايه ثانيه تمام. هو بيقول لي ايه حبايبي؟ بيقول لي لو النبض بتاع الام بيتزامن مع النبض اللي انت بتسمعيه، يبقى انت غالبا بتسمعي لتدفق الدم جوه اليوتراين فيزلز، يعني بتسمعي لتدفق الدم جوه الاوعيه اللي في الرحم، مش بتسمعي الفيتال هارت بيت، يعني مش بتسمعي دقات الجنين لا، ده انت بتسمعي تدفق الدم اللي موجود جوه الرحم. ماشي. الفيتال هارت ريت قلنا من 120 ل 160، بسمعي من 30 60 ثانية تمام شكرا. ده البينر ماشي، ده شكله، ركزوا فيه والنبي، الجزء ده هو اللي بيتحط على بطن الأم ماشي، لا العكس سوري يا جماعة سوري، الجزء اللي فوق اللي هو عامل سوري زي الصاجات ده، ده اللي بيتحط على ودنا، الحتة اللي تحت دي هي اللي بتتحط على بطن الأم ماشي، وده السونيكيت، السونيكيت ستسكوب، مش عارفة بيستعمل ازاي بقى عشان محدش يسألني. طيب
طبعا اكسبلين للومن وتمام، وتو ذا وومن ذات الاكزامينيشن از ناو فينيشد، بتشرحي لها خلاص خلصنا يا ست الكل، استوري نفسك. طبعا ريكفر للومن، بترجع تاني تغطيها وتسمح لها طبعا انها تلبس هدومها في البرايفسي، في مزيد من الخصوصيه، نجمع الايكويبمنت ونعمل ووش للهندس ونغسل ايدينا كده وايه، وسمرايز بقى الخص الايه الهري ده كله. طبعا شرحنا الديبتين دون ريفليكس في فاكس، ماشي شرحناه. ايه ده القديمة شرحناها، و ال ايه ايه ده بقى، ايه ده اللي الدكتور شرحته من فين، مصطفى عظيم يا رب. طبعا انا مذكرتوش اصلا. طب كويس، الفيرست ستيج دي ذاكرتها، بس ما انا ذاكرتها. هي بصراحة يا ولاد اوحش حاجة فيها موضوع ال كل كونتراكشن، يعني كل قبضايه تقعد قد ايه، بس مش اكتر يعني. غير كده البارتوجرام ماشي، هو رغاي شوية. فاجينا الاكزامينيشن تمام، لا دول تقال، دول تقال فعلا، مش هقدر، انا عاوزة انام. برينيال كير مش عارفة يعني الدكتورة قلقتنا منها ليه. مانج سكند ستيج، لا حلوة مش وحشة. ابيزيوتومي مش عارفة لسه، بس هو حلو يعني. طب والله يعني 5 درجات زلني كده، استغفر الله العظيم يا رب. فيرست ستيج اوف ليبر، طب يعني انا امل بكره الجمعه من فيرست ستيج يعني. ماشي الفندس واللوكيا، بريست فيدنج كمان ما شاء الله. انترايتراين ديفايس انزرشن خدناهاش يا اسطى، خدناهاش، استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده، لا استنى، خدتيش اللولب. النعمة حصل موقف في البتاع ده، كان ايه بقى، كانت الدكتورة يعني بتقول لطالب، كانت نفسها تقول له فين الاي دي بتاعك، قالت له فين الاي دي بتاعك، هو كان ولد. انا اتحركت له سلف، فين الاي دي بتاعك يا مستر، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. لا هو كان موقف يضحك بجد يعني، ما علينا. الانسترومنتال دي اقسم بالله اكتر حاجه انا قلقانه منها طبعا، لان انا كرهاها من كتر التشابه العميق اللي فيها. المهم المهم يعني ربنا يعدينا من على خير وييسرها علينا ويوفقنا ويزيل ما اغم قلوبنا وما جعل اي اعيننا تبكي بجد يعني، فربنا يعدينا من على خير. المهم يا شباب ان شاء الله، والله انا على قد ما اقدر هحاول المها باللي لازم يتلم فيها يعني، لان هي ماده محتاجه تعلم الادب يعني. المهم يعني ايه، انا واقفه كده عند ايه الكارديو، ايه كارديوتوجرافي، وربنا يسر. المهم يعني اللهم اني استودعكم، فهمتم وقراتم وحفظتم وسمعت، ولا عند حاجه يا رب يا كريم، دعواتكم بصراحه الحال، يكون مراد القلب والقدر. سلام.